بسم الله الرحمن الرحيم، الإخوة والأخوات، طلبة وطالبات برنامج التعليم عن بعد، أهلا بكم في حلقة جديدة من المادة الخاصة بينا اللي هي إدارة الموارد البشرية. طبعا احنا في الحلقة ال 11 كنا ختمنا الموضوع بمعايير الاختيار، كنا خدنا بس أول معيار من معايير الاختيار وهو مستوى تعليم الفرد، وشرحنا بالتفصيل مستوى تعليم الفرد. ده معيار مألوف لينا كلنا، بنجد في العديد من الجرائد والمجلات إعلانات بتشترط مستوى تعليم معين لأداء وظائف معينة بعينها. طيب يبقى في الحلقة ال 12 زي ما قلنا قبل كده إن احنا هنكمل برضو في موضوع معايير الاختيار، لأن خدنا معيار واحد بس. طيب يبقى حلقتنا ال 12 عن استقطاب واختيار الموارد البشرية، هنكمل في موضوع الاختيار والتعيين، وبالتحديد هنكمل في ما هي معايير الاختيار. وزي ما انتم شايفين كده بادئين بالمعيار الثاني اللي هو الخبرة السابقة. هنشوف هنقول ايه في الخبرة السابقة. اثنين، الخبرة السابقة. يفضل معظم أصحاب الأعمال الأفراد الذين لديهم خبرة سابقة بالعمل الذي سيلتحقون به، لأن هذه الخبرة السابقة تجعل ممارسة العمل أمرا سهلا بالنسبة لطالب الوظيفة، كما أنها تعتبر مؤشرا لإمكانية نجاح الفرد في عمله مستقبلا. ويمكن قياس مستوى الخبرة بعدد السنوات التي مارس الفرد فيها نفس العمل أو عدد السنوات في آخر وظيفة التحق بها. وفي الشركات الجديدة نجد أن اشتراط توفر خبرة سابقة في نفس العمل يكون له أهمية كبرى، أما الشركات المستقرة فإنها تميل إلى تعيين خريجين جدد على أن تقوم بتدريبهم على القيام بالعمل، ويكون المبرر في ذلك هو خفض تكلفة العمالة وإتاحة فرص الترقي أمام العاملين الحاليين بالمنظمة. يبقى تاني مصدر من المصادر الخاصة معيار من المعايير للاختيار هو معيار الخبرة السابقة بأداء وظيفة معينة. طبعا بنشوف برضو حكوا في الجرايد والمجلات والإعلانات المختلفة شروط لعدد سنوات معينة، سنتين خبرة، 3 سنين خبرة، حسب عرض عرض العمالة اللي موجود. لو معروض كتير وعندهم خبرة بيعلوا عدد سنوات الخبرة، بتلاقي في بعض الأحيان بعض المنظمات بتطلب 10 سنوات خبرة في مجال وظيفي معين. طب بالنسبة للمنظمة، هل الخبرة السابقة ديت لها ميزة؟ طبعا، يعني الخبرة السابقة ديت لها ميزة لان هي بتوفر في نفقات التدريب. هو طبعا عنده خبرة بالعمل وبالتالي هيجي يشتغل على طول وهينتج على طول، بس نخلي بالنا في المقابل برضه، ما هو الشخص اللي ليه خبرة في مجال معين بسنوات وظيفية معينة في مهنة معينة او وظيفة معينة اكيد بيطلب معدل اجر اعلى، ده اكيد، عن اللي هو طالب الوظيفة اللي هو لسه متخرج. وبالتالي بتلاقي حضرتك الشركات الجديدة لا مفر قدامها من ان هي تطلب ناس ذو خبره، لان هي شركه جديده لسه شركه ناشئه ما كونتش كوادر، وبالتالي لازم خبرات سابقه عشان يكون عندهم رؤيه للعمل بتاعهم. بينما الشركات المستقره برضو بتتجه اتجاه اخر، وهو ان هي بتميل لتعيين الناس اللي هم حديثين التخرج او لهم خبره محدوده، وبالتالي هي تقوم بتدريبهم لان هي شركه مستقره في السوق، وبعدين عندها المهارات والخبرات الكافيه الداخلية تعين ناس جداد وتعلمهم وتدربهم عشان تديهم أجور بسيطة في البدايات وتوفر في تكلفة العمل. يبقى ده تاني معيار من معايير الاختيار وهو الخبرة السابقة. تعالى بقى التالت معيار من معايير الاختيار وهو الصفات البدنية. تتطلب بعض الوظائف صفات جسمانية معينة كالطول والقوة والجمال، وطبعا نقصد بالجمال حسن المظهر. وعندما ترغب الشركة في تحديد الصفات الجسمانية المعيارية اللازمة لشغل الوظيفة، فإنها يجب أن تستند في ذلك إلى صفات الأفراد القائمين بالعمل حاليا والذين يتميزون بمستوى أداء مرتفع. يعني بعض الوظائف تتطلب مواصفات جسمانية معينة، يعني وظيفة لاعب الكرة على سبيل المثال يعني تتطلب نوع من القوة البدنية أكيد. طبعا يعني فيها مهارة ذهنية، طبعا فيها مهارة ذهنية، لكن مفضل القوة البدنية. طبعا بعض الوظائف بتتطلب حسن المظهر، يعني وظيفة المضيفة الجوية على سبيل المثال أو المضيف الجوي بتتطلب حسن المظهر. وظيفة اللي هو السكرتير أو مدير مكتب على سبيل المثال برضه بيتطلب حسن المظهر وحسن وحسن الهندام. دي الصفات البدنية كمعيار من معايير الاختيار. المعيار الرابع من معايير الاختيار وهو الصفات الشخصية، ودي تختلف طبعا عن الصفات البدنية. البدنية مرتبطة بالقوة والمظهر لكن نشوف بقى الصفات الشخصية كمعيار من معايير الاختيار. تشير الصفات الشخصية إلى نمط شخصية الفرد،
وتشير بعض البيانات الشخصية عن الفرد إلى هذا النمط اللي هو نمط الشخصية. فعندما يكون الفرد متزوج ولديه أولاد فيفترض أن هذا الفرد مستقر نفسيا وأن احتمالات تركه للوظيفة أقل من احتمالات ترك العزب. ومن البيانات التي تشير إلى الشخصية أيضا العمر، فالأفراد متوسط العمر يفترض أنهم أكثر استقرارا أو أعلى إنتاجية، ولكن هذا الافتراض لا يمكن بلوغ أحد المسلمات. طبعا هي إيه يعني، ما هياش تعميمات، ما هياش حقائق، بنقول في الغالب بيحصل كذا في الغالب، لكن ولا هي حقائق ولا هي إيه ولا هي مسلمات لا يمكن الجدل. طبعا لها استثناءات، طبعا لها استثناءات كتير، ولكن هذا الافتراض لا يمكن قبوله كأحد المسلمات. فبعض الشركات تفضل تعيين الشباب حديث التخرج حيث يسهل تدريبهم وقيادتهم. يبقى الصفات الشخصية بعض المؤشرات بتشير أو جايز تعكس صفات شخصية الإيه الفرد. بنقول الشخص المتزوج، الشخص اللي لديه الأولاد غالبا بيكون إيه شخص ناضج. طبعا ده ما ينفيش أن الأشخاص غير متزوجين مش ناضجين، لا ناضجين برضو، بس بنقول ايه هو شخص اكثر استقرارا، شخص اكثر حرصا على وظيفته لانه هو مطالب بمسؤوليات اجتماعية معينة تجاه زوجته وتجاه اولاده، وممكن بيعول بعض الافراد الايه الاخرين. وبرضو بنقول الافراد متوسطي العمر، يعني متوسط العمر مثلا ويعني في من الثلاثين كده للخمسة واربعين بيكونوا يعني غالبا بيكونوا اكثر انتاجية. طبعا ده لا ينفي ان الفئات الاخرى بيكون فيها انتاجية عالية، لكن بنقول في الغالب. في استثناءات، طبعا في استثناءات. طيب تقوم ده لسه بنكمل في موضوع الصفات الشخصية، وتقوم بعض الشركات بعمل اختبارات للشخصية عشان نكشف عن جوانب شخصية الايه الفرد. طبعا موضوع الاختبارات ده هنتعرض ليه بالتفصيل بعد كده ان شاء الله، حيث تهتم باختيار افراد تتوفر فيهم خصائص او صفات شخصية معينة تتناسب مع الوظيفة التي سيلتحق بها الفرد. طبعا الصفات الشخصية من الحاجات المهمة او محدد اساسي للفرد في اداء وظيفته، الاستقرار النفسي، القيم، العادات، الاتجاهات، التقاليد، دي اكيد بتنعكس على اداء العمل بطريقة او باخرى. المعيار الخامس من معايير الاختيار هو المعرفة السابقة بالشخص. تلعب المعرفة السابقة بالشخص دورا هاما في اتخاذ قرار الاختيار. طبعا لو انت عارفه ده حاجة كويسة جدا. تلعب المعرفة السابقة بالشخص دورا هاما في اتخاذ قرار الاختيار، فبمراعاة الاشتراطات السابقة فإنه عند تقديم المتقدم للعمل إلى إدارة الموارد البشرية من خلال أحد المعارف أو الأصدقاء أو الأشخاص، خلي بالك بقى الموثوق بهم، لازم يكون موثوق به عشان ما يضحكش عليك، فإنه لا شك تكون فرصته أفضل من شخص آخر استوفى الشروط السابقة بنفس المستوى. أكيد لو فلان الفلاني ده هو جاي لك واستوفى المتطلبات السابقة، وفي بالإضافة إلى استيفاء المتطلبات السابقة معرفة شخصية من شخص موثوق فيه بيزكي، أكيد ده يعتبر معيار جيد من معايير الاختيار، وبيسهل عملية الإيه الاختيار، وبيكشف عن بعض الجوانب الإيه المستخبية في شخصية الإيه الفرد. طيب يبقى كده خلصنا اللي هما الخمس معايير للاختيار. الاختيار دوت ليه مجموعة من الإجراءات، ودي إن شاء الله هنتكلم عنها بالتفصيل دلوقتي تحت عنوان إجراءات الاختيار. تعالى نشوف الإجراءات الخاصة بالاختيار دي هنقول فيها إيه. تتطلب عملية الاختيار القيام بإجراءات أو خطوات معينة حتى يتم اتخاذ قرار باختيار أحد المرشحين، بتمر على إجراءات معينة، خطوات معينة، مراحل معينة، ويمكن توضيح هذه الإجراءات أو الخطوات فيما يلي. أول خطوة أو أول إجراء من إجراءات الاختيار المقابلة المبدئية. أولا المقابلة المبدئية، تعتبر المقابلة المبدئية بمثابة اللحظة الأولى التي يتلقى فيها كل من صاحب التي يلتقي فيها كل من صاحب العمل او من يمثله والمتقدم للوظيفه. مقابله مبدئيه دي اللقاء الاول ما بين صاحب العمل او من يمثل صاحب العمل والمتقدم للوظيفه. وتلعب هذه المقابله دورا هاما في تصفيه المتقدمين للعمل. احنا قلنا الانطباعات الاولى تدوم وصعب تغييرها. فاذا كان المتقدم غير مستوفي لشروط شغل الوظيفه فان قرار رفض التعيين يصدر فورا. اما اذا كان مستوفيا للشروط فانه ينتقل للمرحله التاليه من مراحل الايه الاختيار. يبقى المقابله المبدئيه ديت يعني هيحصل فيها نوع من التصفيه اكيد بالفحص المبدئي لسجلاتهم والتعرف المبدئي على شخصياتهم. ممكن اقدر اقول لك ده هينفع او ده ما ينفعش للايه للوظيفه. طب لو ينفع هينتقل للمرحله الثانيه من مراحل الاختيار او الاجراء الثاني من اجراءات الايه الاختيار. لسه احنا في المرحله الاولانيه اللي هي المقابله المبدئيه. وفي الشركات الصغيره الحجم فإن هذه المقابلة اللي هي المقابلة المبدئية قد يقوم بها المدير التنفيذي المختص، التمويل، التسويق،
الشراء والتخزين الكذا الكذا، وقد تكون هذه هي المرحلة الأخيرة أو قبل الأخيرة في الاختيار إذا كان المتقدم مستوفيا لشروط شغل الوظيفة. وفي هذه المرحلة اللي هي مرحلة المقابلة المبدئية يلعب الانطباع الذي يكونه الفرد عن الشركة دورا هاما في التأثير على رغبته في الالتحاق بالعمل بتلك الشركة أم لا. أكيد الانطباع الأولي من خلال المقابلة المبدئية ده يعني يستثير حماس الفرد ودافعيته أنه يرتبط بالشركة، يا إما يعمل نوع من الإحباط لديه وما يفكرش في الالتحاق بالعمل بالشركة. طيب يبقى ده أول إجراء من الإجراءات الخاصة بالاختيار، وهو إيه بقى؟ وهو المقابلة المبدئية. ثاني إجراء من الإجراءات الخاصة بالاختيار اللي هو طلب التوظف. ثانيا طلب التوظف، يقوم طالب الوظيفة في هذه المرحلة باستيفاء بيانات طلب التوظف اللي هو من أعلى الأبليكيشن. يعني يقوم طالب الوظيفة في هذه المرحلة باستيفاء بيانات طلب التوظف، وذلك بغرض تقديم نفسه للشركة، وتهتم الشركة بطلب التوظف لأنه يساعدها على اختيار الأفراد المطلوبين. ويتضمن طلب التوظيف أو طلب التوظف بيانات عن الفرد مثل الابليكيشن، يبقى فيه مجموعة من البيانات زي بيانات شخصية كالاسم والعمر والحالة الاجتماعية والعنوان والجنسية وممكن الديانة وهنشوف بعد كده. يبقى أول نوع من البيانات بيانات شخصية كالاسم والعمر والحالة الاجتماعية والعنوان، بيانات عن مستوى التعليم بتاعه إذا كان تعليم متوسط بكالوريوس ماجستير دكتوراه والتخصص التعليمي بتاعه والدرجة اللي هو التقدير اللي حصل عليها، بيانات عن الخبرات السابقة والتخصص الوظيفي والجهات التي التحق المتقدم بالعمل بها ومدد العمل بتلك الجهات، كل دي بيانات بيحتويها طلب التوظف، بيانات عن الحالة عن الحالة الصحية. طبعا دي اكيد البيانات دي مش بناخدها بس من طلب التوظف كشركة، لا ده بيتعمل مرحلة الكشف الطبي بعد كده اللي بيكشف عن الجوانب الصحية بصورة تفصيلية للمتقدم لشغل الوظيفة، بيانات عن الهوايات والاهتمامات الاخرى للمتقدم لان دي طبعا حضرتك يعني اكيد جزء من شخصيته واكيد هتعكس جوانب معينة من شخصيته. وتقوم كل منظمة بتصميم طلب التوظف الخاص بها تبقى لظروفها وطبيعه العمل بها. الابلكيشن اللي انت بتملاه ده ما هوش نمطي في كل الشركات، في بيانات اساسيه مشتركه ما بين الشركات المختلفه، لكن كل شركه بتغير فيه وفقا لطبيعه وظروف العمل الخاص بيها. طبعا الابلكيشن اللي هتملاه لو انت هتشتغل مثلا في الجامعه غير لو انت هتشتغل في مصنع غير في كذا غير في كذا غير في كذا. ويجب ان تراعي كل شركه عند تصميم طلب التوظف الوضوح والتسلسل في الأفكار والانتقال من موضوع إلى موضوع بطريقة منطقية، وأن تكون الأسئلة مصممة بأسلوب سهل ومبسط ولا يسمح للمتقدم بالإدلاء ببيانات كاذبة. ويجب عند تصميم طلبات التوظف أن يراعى طبيعة كل وظيفة وأن لا يكون هناك طلب واحد لجميع الوظائف. طبعا إذا كنا قلنا بنقول الابليكيشن ده بيختلف من شركة لأخرى، طيب ما هي الشركة الواحدة فيها مجموعة من الوظائف المختلفة، يبقى أكيد لازم مش هنصمم طلب توظف واحد لجميع الوظائف نمطي وتقليدي، لا ده احنا عندنا طلبات توظف مختلفة تراعي الاختلافات في طبيعة الوظائف المختلفة. طيب وهناك قواعد أساسية لسه برضو بنتكلم عن طلب التوظف كإجراء من إجراءات الاختيار، لأن يعني طبعا موضوع من الموضوعات المهمة. وهناك قواعد أساسية ينبغي مراعاتها عند استخدام طلب التوظف، وهي أن تكون بيانات طلب التوظف شاملة، لأنها إذا لم تستخدم كمعيار للاختيار فإنها تستخدم كأحد سجلات إدارة الأفراد. هو طلب التوظف هو معيار من معايير هو معيار من معايير الاختيار أو إجراء من إجراءات الاختيار، مرحلة من مرحلة الاختيار. طب لو ما استخدمهوش كإجراء كمرحلة من مرحلة الاختيار هنستخدمه كسجل لإدارة الأفراد مستند عندي بيوضح بيانات الشخص. لابد من معرفة أهم البنود التي لها علاقة بالوظيفة محل الدراسة، ده في طلب التوظف. تحديد حد أدنى من الاشتراطات لشغل الوظيفة مع إعطاء الفرصة لبيان ما يزيد عن هذا الحد الأدنى، عشان يعني ده يستخدم في كنوع من تصفية المتقدمين. إعطاء أوزان نسبية لبنود طلب التوظف طبقا لطبيعة عمل كل وظيفة واشتراطات شغلها. طبعا مش كل البنود في طلب التوظف بتحظى بنفس الدرجة من الأهمية، لا يبقى هندي وزن نسبي لكل بند من من البنود. طيب تالت بقى إجراء من إجراءات عملية الاختيار، وهي الاختبارات. واحنا اتفقنا احنا هنتكلم في الاختبارات، يبقى الاختبارات دي بتعتبر تعتبر الاجراء الثالث او المرحله الثالثه. افكرك المرحله الاولانيه كانت المقابله المبدئيه،
وبعد المقوله المبدئيه بنساله ان هو لو مشي فيها ولو الامور مشيت فيها بنساله ان هو يملى طلب التوظيف اللي احنا لسه مخلصينه دلوقتي حالا. طيب لو طلب التوظيف بتاعه مقبول هنخش بقى ان شاء الله في مجموعه من الاختبارات اللي هي الاجراء الثالث للاختيار او المرحله الثالثه من مراحل الاختيار اللي هي ثالثا الاختبارات. تلعب الاختبارات دورا هاما في التنبؤ باداء الفرد في الوظيفه مستقبلا، ولكن لا يمكن الاعتماد عليها بمفردها في الحكم على صلاحيه الفرد للوظيفه. طيب يعني الاختبارات دي اداه اساسيه، والغالبيه العظمى من الشركات دلوقتي بتستخدم بعض الاختبارات الشخصيه والنفسيه عشان تكشف عن جوانب معينه من الوظيفه، لكن لن عن الشخصيه، لكن طبعا الاختبارات مش هتقدر تلم بكل جوانب الايه الشخصيه، لكن هي وسيله مساعده تكشف عن جانب من جوانب الايه الشخصيه او عده جوانب من جوانب الايه الشخصيه. وهناك انواع عديده من الاختبارات التي تستخدم في تحديد احتمال صلاحيه الفرد لشغل الوظيفه. من اهم انواع الاختبارات ديت اول نوع الاختبارات النفسيه والشخصيه. طبعا نفسيه وشخصيه هتكشف عن جوانب نفسيه، هتكشف عن جوانب ايه؟ شخصيه. وتهدف الى قياس الاختبارات النفسيه والشخصيه وتهدف الى قياس مجموعه من الخصائص والتصرفات التي تميز الفرد عن غيره. ومن اهم هذه الخصائص الاتزان الانفعاليه، حالته العصبيه ايه؟ العلاقات الاجتماعيه، الميول، القيم، الدوافع، الاتجاهات، العادات، التقاليد، دي كلها جوانب نفسية وشخصية في الايه؟ في الفرد. طيب تيجي تاني نوع من انواع الاختبارات اللي هو اختبار القدرات الذهنية. طبعا القدرات الذهنية يعني قدرته على الفهم، قدرته على الاستيعاب، قدرته على التحليل، قدرته على الربط ما بين عناصر الايه؟ عناصر الوظيفة المختلفة او عناصر الموضوع اللي هو هنتكلم فيه. يبقى اختبار القدرات الذهنية ويقيس المعارف، المهارات، الاستعدادات الذهنية للفرد مثل الفهم اللغوي، الفهم العددي يعني الحاجات الحسابية، سرعة الإدراك، التصور البصري، الطلاقة الكلامية، الاستنباط إن هو يعني إيه يستنتج حاجة من حاجة، دي طبعا قدرات إيه؟ قدرات ذهنية. ثالث نوع من أنواع الاختبارات اللي هو اختبارات الأداء. تتميز هذه الاختبارات، دي طبعا من اسمها هو اختبارات الأداء، قدرته على أداء الإيه؟ الوظيفة. ثلاثة اختبارات الأداء. تتميز هذه الاختبارات بقدرتها العالية على التنبؤ بنجاح الفرد في وظائف معينة أكثر من غيرها من الاختبارات الايه الأخرى، وقد يكون الأمر سهلا في تصميم الاختبارات أداء وظيفي لبعض، وقد يكون الأمر سهلا في تصميم اختبارات أداء وظيفي لبعض المهن على الأخص الحرفي والفني منها كالسائق وعامل الصيانة. يعني حضرتك انت لو عاوز تعمل اختبار اداء لسائق معين انت عاوز تجيبه في شركتك او حتى سائق معين انت عاوز تجيبه في المنزل سهل. هيركب العربية وهتشوف مستوى سواقته ايه؟ هل هو بيسوق كويس؟ ما بيسوقش كويس؟ هل هو منتبه يقظ؟ هل هو عنده حسن تقدير للامور ولا لا؟ لان ده عمل مكشوف عمل السائق. لو انت عاوز تعمل مثلا اختبار لاي عمل يدوي او مهني سهل لان هو بيقدم لك نتائج ايه؟ نتائج ملموسة. لكن لو انت عاوز اعمال تخصصيه، اعمال فنيه، اعمال بيغلب عليها الطابع الذهني، بيكون طبعا اختبارات الاداء فيها صعبه ايه شويه. طيب يبقى قد يكون الامر سهلا في تصميم اختبارات اداء وظيفي لبعض المهن على الاخص الحرفي والفني منها كالسائق وعامل الصيانه، ويزداد الامر صعوبه طبعا في الاعمال الفنيه والتخصصيه مثل اخصائي حسابات وتكاليف واخصائي المخازن واخصائي شؤون الافراد. تعالى اخصائي الحسابات اللي هو المحاسب على سبيل المثال، اخصائي التكاليف برضه اللي هو المحاسب، تعالى اعمل له اختبار اداء معين، هل هتكشف عن جوانب قدرته على اداء وظيفته اللي هي وظيفه المحاسب من الاختبار بدرجه كافيه زي ما بتكشف عن جوانب اللي هو قدرات السائق او السائق او جوانب قدرات الشخص المهني او الحرفي زي السباك زي الميكانيكي زي كذا زي كذا؟ لا طبعا، لان دي ايه؟ وظيفه كتابيه، وظيفه بتعتمد يعني جانب كبير منها او الجانب الاعظم منها بيعتمد على الاعمال الذهنيه. وظيفه اخصائي المخازن، وظيفه اخصائي شؤون الافراد، طبعا دي كلها ايه؟ جوانب يعني او وظائف يصعب الاحاطه بيها من خلال اختبارات الاداء لان هي ما هياش ملموسة بنسبة 100%، بتعتمد في جانب كبير منها على الجوانب الايه؟ الذهنية. طيب يبقى ده بالنسبة لاختبارات الاداء. رابع نوع من انواع الاختبارات اللي هو اختبارات سرعة الاستجابة. تشير هذه الاختبارات الى سرعة رد الفعل التي يقوم بها الفرد في استجابته لظهور مثير معين او للاسئلة التي تلقى ايه عليه. طيب اختبار سرعة الاستجابة ده مهم؟ اه طبعا، سرعة الاستجابة سرعة رد الفعل. طيب مهم؟ اه طبعا مهم. بنقول اختبار
لسرعه رد الفعل اللي بيقوم بيها الفرد في استجابته لظهور مثير معين. يعني ايه كلمه مثير؟ كلمه مثير ده ممكن شخص يعتبر مثير بيلفت انتباهك وبيجذب اهتمامك، ممكن حضرتك حدث معين ده يعتبر ايه؟ مثير. مباراة كرة قدم على سبيل المثال تعتبر مثير، بركان ايسلندا يعتبر حدث على سبيل المثال تعتبر مثير. ممكن هذا المثير يعتبر ايه؟ شيء مادي ملموس، سيارة معدية عليك دي تعتبر مثير. السيارة ولا هي فرد ولا هي حدث، ده شيء مادي ايه؟ ملموس. يبقى المثير ممكن يكون فرد معدي عليك لفت انتباهك مثير، ممكن يكون حدث مباراة كرة قدم على سبيل المثال تعتبر ايه؟ مثير. بركان ايسلندا حدث يعتبر مثير. ممكن يكون شيء مادي ملموس زي السيارة اللي معدية عليك على سبيل المثال، او انت معدي على منزل على سبيل المثال، المنزل او السيارة يعتبروا ايه؟ مثير. طبعا اختبارات سرعة الاستجابة مهمة جدا في الوظائف، خاصة اللي هي بتتعرض لنوع من المخاطر، اللي ما كانش الشخص عنده سرعة بديهة وسرعة استجابة هيتعرض للمخاطر الجسيمة ايه فيها، زي الوظائف الصناعية على سبيل المثال، زي عامل الخراطة على سبيل المثال واقف على مكنة الخراطة، لو ما عندوش سرعة رد فعل وسرعة استجابة اكيد هيتعرض لمخاطر ايه عالية. خامس نوع من انواع الاختبارات اللي موجودة عندنا اللي هي اختبارات القيم والاتجاهات. تستخدم هذه الاختبارات اللي هي اختبارات القيم والاتجاهات لقياس او الكشف عن الاتجاهات النفسية لدى الفرد، ومن اهم اختبارات ومن اهمها اختبار الامانة واختبار قيم الايه واختبار قيم العمل. يعني ايه اتجاهات الفرد؟ اتجاهات الفرد يعني زي انتم برضو مر عليكم في السلوك التنظيمي، قلنا ان الاتجاه هو استعداد وجداني مكتسب بيحدد شعور الفرد وسلوكه اتجاه موضوعات معينة سواء بالتفضيل أو عدم التفضيل. وقلنا في خلال مرحلة المسند الأكاديمي لموضوع السلوك التنظيمي إن الاتجاهات مكتسبة. يعني إيه الاتجاهات مكتسبة؟ ما حدش فينا بيتولد باتجاه معين، لكن من الأسرة، من المجتمع اللي هو المحيط به، من البيئة اللي هو المحيطة به بتكون عنده اتجاهات عن موضوعات معينة. جايز الاتجاه ده هو يكون إيجابي أو الاتجاه ده هو يكون إيه؟ سلبي. طب مهم إن أنا أعرف قيم واتجاهات الفرد اللي ممكن يلتحق بالوظيفة من خلال الاختبار؟ آه طبعًا، لأن اتجاهات الفرد دي أكيد هتأثر تأثير مباشر على سلوك الإيه؟ الفرد، سواء تأثير إيجابي أو سلبي، وبالتالي بكشف عنها من خلال الإيه؟ اختبارات القيم والاتجاهات. طيب، بغض النظر أنا آسف، بغض النظر عن الأنواع المختلفة للاختبارات، والاختبارات دي تعتبر يعني إجراء أو مرحلة من مراحل عملية الاختيار، بغض النظر عن نوع الاختبار، فإن الاختبار الجيد هو الاختبار الذي يحقق الغرض من استخدامه. ده بقى التعليق عام عن الاختبارات عموما. وبغض النظر عن نوع الاختبار، فإن الاختبار الجيد هو الاختبار الذي يحقق الغرض باستخدامه، أي أن جودة الاختبار تقاس بمدى قدرته على قياس الخصائص والصفات المطلوب قياسها. ولكي نحكم على جودة الاختبار فهناك معايير ينبغي التأكد منها، وهي مجموعة من المعايير الواجب توفرها في أي اختبار بغض النظر عن طبيعة الاختبار. أول معيار بحكم فيه على جودة الاختبار التأكد من ثبات الاختبار وإمكانية الاعتماد عليه. يعني إيه كلمة ثبات الاختبار؟ يعني كل ما طبق الاختبار على ظروف معينة المفروض لما عيد تطبيق نفس الاختبار على نفس الظروف يدي نفس الإيه؟ النتائج. ده يبقى اختبار ممكن الاعتماد عليه. التأكد من صدق الاختبار في قياس ما هو مطلوب. التأكد من تطبيق الاختبارات في أماكن أخرى عشان أتأكد من مصداقيتها. التأكد من وجود بيانات معيارية تساعد على تفسير نتائج الاختبار. التأكد من عدم تحيز الاختبار لفئات من الأفراد دون آخرين. لكن تعليق عام على الاختبارات، والاختبارات دي كانت المرحلة، لكن الإجراء الثالث من إجراءات عملية الاختيار وهو الاختبارات. وبكده خلصنا ثلاث إجراءات. أول إجراء خلصناه في عملية الاختيار هو المقابلة المبدئية، ثاني إجراء في عملية الاختيار هو طلب التوظف، ثالث إجراء في عملية الاختيار هو الاختبارات. طبعا لسه بقى لنا إجراءات أكتر من كده في عملية الاختيار، إن شاء الله هنكملها بداية من الحلقة الجاية، وهنبدأ من الإجراء الرابع بعد أن انتهينا من الإجراءات الثلاثة السابقة. فإن شاء الله بدون مقاطعة يعني نشوفكم على خير في الحلقة القادمة، وهنبدأ من الإجراء رقم 4 من إجراءات عملية الاختبار الاختيار. شكرا لعوز اسمعكم. أنا عاوز أعيد الحتة دي ثانية أخرانية برضه. بسم الله. ده كان تعليق عام على الاختبارات اللي هي بتعتبر الإجراء الثالث من إجراءات عملية الاختيار. يبقى بكده خلصنا ثلاث إجراءات. الإجراء الأول في عملية الاختيار كان المقابلة المبدئية،
والإجراء التاني في عملية الاختيار كان طلب التوظف، والإجراء التالت في عملية الاختيار كان الاختبارات. طبعا عندنا مجموعة من الإجراءات التالية للاختبارات، ودي إن شاء الله هنتكلم عنها في المحاضرة القادمة بإذن الله، ونبتدي من الإجراء الرابع في المحاضرة القادمة من إجراءات الاختيار. بشكر ليك وحسن الاستماع، وإن شاء الله هنتواصل في حلقات قادمة ونكمل موضوع إجراءات الاختيار. ألف شكر.